فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يرد على لسان بعض المسلمين حتى أنهم لا يميزون بين كلمة نصراني، ايش؟ لا يميزون بين كلمة نصراني ومسيحي. الآن حتى في الإعلام يقولون المسيحيين، فبدل ما يقول هذا نصراني كذا يقول مسيحي، فنرجو توضيح كلمة مسيح هذه، وهل هي صحيحة على ما هم عليه من النصارى اليوم؟ الذي نرى أن نسمي النصارى بالنصارى كما سماهم الله عز وجل، وكما هو معروف في كتب العلماء السابقين اليهود والنصارى. لكن لما قويت الأمة النصرانية بتخاذل المسلمين سموا أنفسهم بالمسيحيين ليضفوا على ديانتهم الصبغة الشرعية ولو باللفظ. وإلا فأنا أعلم علم اليقين أن المسيح عيسى بن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه، وسيقول يوم القيامة إذا سأله الله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ سيقول: سبحانك، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فإنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم، إلى آخر الآية. سيقول هذا في جانب التوحيد. وإذا سئل عن الرسالة فسيقول: يا رب إني قلت لهم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو مقرر للرسالات قبله وللرسالات بعده عليه الصلاة والسلام. فأمر أمته بمضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن أمته كفرت ببشارته وكفرت بما أتى به من التوحيد، فقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا المسيح عيسى بن مريم إنه ابن الله عز وجل، وقالوا إن الله هو المسيح بن مريم، نسأل الله العافية. فالحاصل أني أقول إن المسيح عيسى بن مريم بريء منه ومما هم عليه من الدين اليوم، وعيسى بن مريم يلزمهم بمقتضى رسالته من الله أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليكونوا عبادا لله. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.